وسهلا بكم مجددا طلابي طلاب الصف الثامن في الوحدة الثانية من هذا الفصل بعنوان في قصص الشعوب. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. سننتقل إلى الوحدة الثانية للصف الثامن بعنوان في قصص الشعوب. سوف نتناول فيها فن القصة القصيرة، وسوف نتحدث عن القصة القصيرة بالمجمل، وأنها عمل أدبي يصور حادثة من حوادث الحياة أو عدة حوادث مترابطة. يتعمق فيها القاص في تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة إنسانية خاصة مع الارتباط بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فيها. سيكون هناك عناصر أو خصائص للقصة القصيرة، بما في ذلك الوحدة، المقصود بها أن تتضمن فكرة واحدة أو حدثا واحدا وشخصية أساسية، إضافة لواحد أو لهدف واحد، بهدف أن يصب الكاتب جميع إبداعاته في هدف واحد. ثانياً التكثيف، أي التوجه بشكل مباشر إلى هدف القصة ومبتغاها من خلال أول كلمة فيها. والدراما، وهي وجود مزيج من الحرارة والحيوية في القصة حتى لو كانت خالية من الصراعات الخارجية. وعلينا أن نتأكد أن هناك ما يسمى بعناصر القصة كالزمان والشخصيات والمكان والعقدة والحل. سيقدم الطالب خلال الحصة الأولى من الأسبوع تقييم يحوي أسئلة مفاهيمية من كتيب اللغة والأدب. أرسل للطالب مسبقاً أن يدرس هذه الأسئلة ويتأملها جيداً. سننتقل في الحصة التالية لقصيدة موطني. سيبدأ الطالب بالاستماع لقصيدة موطني ثم يردد معها مرة تلو مرة. وفي هذه الحصة سنبدأ بقصة جديدة من باب تعميق مفهوم القصة وكيفية كتابة القصة. هي بعنوان قصة نظرة للكاتب والروائي يوسف إدريس. سنبدأ حينها بالبحث عن الكاتب يوسف إدريس، ويروى أنه واحد من أهم الكتاب والروائيين الذين أنجبتهم مصر والعالم العربي، وأكثر الروائيين اقترابًا من القرية المصرية، لذلك لقب بتشيخوف العرب نسبة إلى الأديب الروسي الكبير أنطوان تشيخوف. ويروى كذلك أنه ولد في قرية البيروم بقافوس محافظة الشرقية، وعاش طفولته مع جدته بالقرية، وأكمل دراسته بالقاهرة، وأحب العلوم والتحق بكلية الطب. في الحصة التالية سنبدأ بالقراءة التفسيرية حول القصة المطروحة أمامنا في كتيب اللغة والأدب، ثم سنبدأ بحل أسئلة المعجم والدلالة للتعرف إلى المصطلحات والمفاهيم والمرادفات الجديدة. ثم ننتقل عزيزي الطالب لأسئلة الفهم والاستيعاب في القصة، تلك التي تقيس مدى فهم الطالب لأحداث القصة وتفاصيلها. وهكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه من مادة في القواعد حول الفعل المضارع، ثم الانتقال إلى كتيب اللغة والأدب. ف
فن المناظرة، نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعاً سعيداً وموفقاً أتمناه لكم. إلى اللقاء.